فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إذا كان في يدي جرح مكشوف ولا أستطيع أن أغسله بالماء، فهل لي أن أتيمم عنه؟ نعم، تيمم عنه. جنبها الماء، جنبها الماء، ما هو بشرط أنه يكون عليه شيء، جنبها الماء وتيمم عنه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.